استشعر نفسك بين طريقين، إحداهما يشير إلى الجنة والآخر يشير إلى النار، وعلى كل طريق داعي، وأنت تارة تسير إلى هذه وتارة إلى تلك، ثم تسير إلى الجنة، ولا يلبس داع النار أن يغريك ويلبس عليك أمرك، فأنت أشد ما تحتاج إليه. هنا هو البصيرة وإدراك العافية والحزم في اتخاذ المواقف والعزم في السير، وإياك والتردد، فإنه للعاجز وصاحب الهمة الضعيفة التي سرعان ما تنهار أمام زخرف الدنيا وزينتها. أحبائي متابعين قناة حكاية ومعلومة، أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك ملك طيب يحكم دولة واسعة. أراد هذا الملك يوما الخروج في رحلة برية طويلة، يكتشف من خلالها أماكن وأسرارا جديدة، ويعود بعدها إلى أعمال الرعية مرة أخرى. وفي أثناء هذه الرحلة تورمت أقدامه بسبب المشي في الطرق الواعرة، وبعد أن عاد فكر الملك وأصدر قرارا يقضي بتغطية جميع طرقات وشوارع المدينة بالجلود الناعمة حتى لا تتأذى أقدام أحد مرة أخرى بسبب المشي. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة من الجلد صغيرة فقط تحت قدمي الملك، فكانت هذه بداية نعل الأحذية. الحكمة من هذه القصة: إذا أردت أن تعيش سعيدا في هذا العالم، ليس عليك تغيير العالم بأسره، ولكنك فقط تحتاج إلى تغيير نفسك. وعندما يغير كل شخص من نفسه، وقتها فقط سوف يتغير العالم بأسره. إلى هنا انتهت القصة. أتمنى أن الفيديو عجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قريب بإذن الله.